السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وحلقه جديده من الاهلي الليله، طبعا حلقه مهمه جدا واحداث مهمه جدا بعد فوز النادي الاهلي بلقب السوبر المحلي على حساب نادي الزمالك في مباراه قمه، قمه في كل شيء، قمه في المستوى، قمه في اداء وروح لاعبي النادي الاهلي، قمه في وجود جمهور للنادي الاهلي يؤازر النادي الاهلي ومعاه لحد اخر لحظه. حتى في وجود الكابتن خطيب النهارده في التدريبات علشان يبارك الجهاز الفني واللعيبه وهي اكيد مباراه كبيره ومباراه قبل ما تبدا مباراه يوم الاثنين مع نادي سموحه في اولى لقاءات الدوري الممتاز اكيد طبعا يعني تعطي دافع قوي جدا 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 للفريق الاحمر لكن نادي الاهلي قدره دايما يخرج من بطوله يعني يطلع على الطولة ثانيه تركيز 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 ما فيش وقت للاحتفالات الاحتفالات بيكونوا وقتها صغير جدا عكس أندية تانية ممكن تفرح بألقاب لفترات طويلة جدا علشان هو ده اللقب اللي ممكن تحققه خلال موسم او اثنين او عشر لكن النادي الاهلي على طول بيحقق القاب ممكن اللقب اللي الاهلي او الموسم اللي, اللي الاهلي يخرج منه خسران يكون واخد فيه على الاقل دوري وسوبر لكن لما بنشوف انديه تحصل على بطولات اخرى اعتقد ان الموضوع والاحتفالات بتكون مختلفه تماما علشان كده دايما متعودين على الاهلي انه في شغل في تركيز في مهمات مهمة أفريقية لمهمة محلية لمهمة أيضا محلية أخرى هي بطولة الدوري علشان كده دايما ما بنفرحش كتير بنتكلم قليل وأحداثنا وأفعالنا أكتر طبعا مباراة هنتكلم عليها وهتكلم على المباراة من وجهة نظري هنتكلم أكيد مع ضيفي العزيز الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير والصحفي الكبير علي مباراة امس واتكلم معاه بقى بالتفصيل وهنتكلم معاه فنيا ورايه في ريني فايلر اللي انا اكيد لازم اتكلم عليه ولازم ادي له حقه الراجل ده يا جماعه كن كان كان في سيناريوهين السيناريو الاول وهو خساره النادي الاهلي وبالتالي كنا كلنا نطلع نقول لسه المدير الفني ما انسجمش مع الفريق ولسه اللعيبه ما انسجمتش معاه ولسه اول مباراه والراجل جاي بقاله اسبوع ولا 10 ايام ولسه الموضوع بدري علشان نحكم عليه طيب السيناريو بقى العكس ان الراجل كسب المباراه اول بطوله لي مع النادي الاهلي في اقل من اسبوع او تقريبا اسبوع وفي نفس الوقت قدم مباراه عالميه ارى الاحداث بشكل مختلف ما كانش ابدا حد يتوقع كل حتى انا عن نفسي لما جيت اتوقع التشكيل قلت ممكن يبدا براس حرب يا اما مرام محسن يا اما يبدا بصلاح محسن لكن يبدا باجايه فواضح جدا ان الراجل عنده قناعات فنيه بكل لاعب موجود في المكان اللي بيادي فيه كلنا قلنا ممكن هل رامي ربيعه يكون موجود في البدايه رامي ربيعه مش موجود لعب متولي ياسر ابراهيم لكن طبعا الاثنين بما انهم في حمل بدني عالي وفي توتر وضغط عصبي كبير على مباراه قمه كبيره وان الاثنين ياسر مش بيلعب بقاله فتره ومتولي كان قبل ما تعاقب مع النادي الاهلي مش بيتمرن قوي او مش بيتمرن جامد بقاله فتره وبالتالي الامر طبيعي جدا ان ده يحصل والدليل ان باقي اللعيبه بسم الله ما شاء الله ماشيه بشكل كويس راجل بدأ التشكيل زي ما احنا شفنا اجايه راس حربة ما كانش حد يتوقع ابدا المستوى اللي قدمه اجايه ومين يقول ان ده ان ده اجايه اللي كلنا كنا سامعين على انه ممكن يمشي ممكن يقعد ممكن يتم اعارته ممكن يبقى مش عارف ايه كلام كتير جدا عن اجايه لكن اجايه مرح بيثبت للجميع إنه هو لعيب من طراز عالي قوي لعيب هيفرق مع النادي الاهلي ويفرق مع منتخب نيجيريا وهو اضافه للمنتخب النيجيري ايضا اذا تم الاتفاق على ضمه في احدى المعسكرات القادمه علشان كده بقول لحضراتكم ان راجل قرا الماتش اللي اتفرج على الماتش من الناحيه الفنيه هيعرف كلامي هيعرف كلامي في ان النادي الاهلي دايما بيتحرك ككتله واحده هجوميا ودفاعيا هجوميا كتله واحده الكوره دايما هي اللي هي اللي تتنقل من رجل لرجل لرجل الدفاع ال 10 لعيبه موجودين تحت الكوره علشان كده دايما كنا بنبص وبنشوف على ان ازاي الراجل ده التكتيك بتاعه بيشتغل عليه طبعا ما شفناش مباراه الاهلي وكان سبورت الغيني ودي كانت يعني احدى كده يعني آه الحركات الـ 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 الاداره واداره القناه اتفقوا عليها ان احنا نحتفظ بالماتش الى حين بعد الانتهاء من مباراه الاهلي والزمالك وان شاء الله حضراتكم تستمتعوا بالاهلي وكان سبورت لكل كل اللي كانوا بيسالوا عليها النهارده ان شاء الله الساعه 11 لوحده سهره كل سبت بنكون معانا سهره فاحنا سهرتنا النهارده هتكون مباراه الاهلي وكان سبورت عشان نستمتع باول مباراه لمستر ريني فايلر لكن الراجل